السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة أبحاثنا وأهدافنا النبيلة تتعلق بإجراء التجارب المعملية والأبحاث مع علماء، مع جهات أكاديمية معترفة بالإثبات العلمي عما توصلنا إليه في حول الاكتشاف العلمي منذ عام 2007 حتى الآن 10 سنوات، الدالة على الفوائد الصحية والعلاجية للمأساخن بجميع أساليبها الصحية والعلاجية. هذه الحلقة نغطيها فيما يتعلق بالأساليب الصحية والعلاجية لطريقة تناول المأساخن وفق درجة حرارة محددة، وفق البرنامج المحدد للاستفادة القصوى. فيوميا طبعا هناك برنامجين أو خيارين، الخيار الأول قياس الكأس أو الكوب أو الجلاس بمعدل 250 إلى 300 مللتر بواقع 10 كؤوس أو جلاسات أو أكواب يوميا. الخيار الثاني وهو قياس الكأس أو الكوب أو الجلاس نص لتر أو 500 مللتر، وهذا مثال لذلك، على امتداد اليومي اللي بواقع 6 كؤوس أو جلاسات أو أكواب يوميا. هذا في النهاية ينصب إلى كمية الحددة، الحد الأدنى للكمية وهي 3 لترات من الماء الساخن يوميا. طبعا لدى كبار من السن المراهقة حتى جميع الأعمار دون الأطفال، طبعا الأطفال هناك برنامج آخر ما دون 16-17 ما دون ذلك. طبعا البرنامج يكون كالآتي: عند الاستيقاظ من النوم صباحا واقفا عام جدا، قبل غسل الأسنان، قبل المغمضة، قبل الوضوء، قبل أي شيء في الفم، مجرد استيقاظ من النوم، ربما قضاء الحاجة أو كذا، لكن يكون مباشرة بعد عند الاستيقاظ من النوم، تناول كأس واحد نص لتر. طبعا البرنامج هنا سنتحدث عن نص لتر، نص لتر أو 500 مللتر عند الاستيقاظ من النوم واحد. وإذا أردت تناول كأس آخر هذا يبقى خيارك. قبل وجبة الإفطار يتوقف طبعا على ما تسعى كم تتناول الإفطار، إذا لديك الوقت أنك قبل بربع ساعة إلى نص ساعة، وبالعدم لا بأس. من ثم الامتداد الفترة الصباحية بين فترة صباحية حتى قبل الظهر يكون تقريبا كأسين نص لتر أو بإجمالي لتر واحد على الأقل، نقول تقريبا الساعة 8 صباحا، ومن ثم الساعة 11 يعني بعد ساعتين أو 3 ساعات، ومن ثم ربع ساعة إلى نص ساعة قبل وجبة الغداء. مهم جدا جدا. ومن ثم الفترة المسائية كأس إلى كأسين ماء ساخن، وبالتالي الفترة الليلية قبل وجبة العشاء بربع ساعة إلى نص ساعة، ومن ثم كأس واحد أو حتى 3/4 أو نص كأس قبل النوم بساعة، بفضل يكون كأس واحد. في هذه الحالة تجد أنه بسهولة اكتمال 3 لترات من الماء الساخن يوميا لامتداد الفترة اليومية. طبعا لا ننصح تناول كمية مرة واحدة لتفادي ثقل الكليتين وتحميل أكثر من كمية اللي ممكن تحمل، بالتالي نوصي بعدم تناول أكثر من لتر واحد خلال ساعة، هذا مهم جدا، هذا الحد الأقصى. وكذلك عدم تجاوز أكثر من 3 ساعات من تناول كأس آخر بين الكأسين، يعني أي آخر فترة والفترة التالية يفضل أن لا يتجاوز 3 ساعات، ممكن بعد ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، حد الأقصى 3 ساعات، إلا في الحالات الاستثنائية ممكن يوصل إلى 4 ساعات، لكن
ننصح يكون يتجاوز 3 ساعات. هذا هو البرنامج اليومي بالنسبة لطريقة تناول الماء الساخن ودرجة حرارة الماء، سخونة الماء 50 درجة مئوية، أو أنك تستطيع طبعا أنك أما تستخدم مقياس الحراري أي الثرموميتر في أول مرة من ثم لتعرف على درجة الحرارة، أو طبعا لا يحتاج أنك يكون لديك مقياس حراري كلما تلجأ لتناول كأس ماء ساخن، هذا فقط لتعرف البداية. ولكن كالعادة أن تستطيع تملى الفم خلال الجرعة الواحدة دون أنك تحرق نفسك. فهذه هي الحرارة، أن 50 درجة مئوية تقريبا هذا هو معدل طريقة تناول ماء ساخن. ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. هناك حلقة عملناها من قبل، لكن هذه الحلقة جددة بحيث أن الحلقة كانت في نزلنا على مقطع فيديو في قناتنا اليوتيوب قبل سنوات، تقريبا يمكن 7 سنوات، والآن يحتاج أن ننزل مقطع جديد، لأن تلك المقطع كان هناك كثير من الملاحظات، من بينها المقطع كان فيه يتحرك كثير، وأيضا لم يكن تبع شكل تصوير جيد. و نسأل الله تعالى التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.